المغرب اليوم عنده عدد ديال المبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي، كاين مراكز ديال البحث العلمي، كاين عدد ديال لي طالون ديال الشباب المغاربه اللي تكونين ومتفوقين في هذا المجال، كاين شركات ناشئه عده مغربيه، كاين ايضا شركات عالميه اللي تيجيو المغرب باش يطوروا التكنولوجيا ديال الذكاء الاصطناعي للاسواق العالميه. الهدف ديال هذه الندوه هو انه الذكاء الاصطناعي يكون في خدمه المجتمع وفي خدمه المواطن المغربي. مثلا الذكاء الاصطناعي يمكن له يزيد من الانتاجيه ديال القطاع الخاص، كما انه يقدر يعطينا حلول اللي هي ادابتي للشخص ولكل واحد، ولكن باش يكون نقدروا نستافدوا من هاد الفوائد ديال الذكاء الاصطناعي خصنا نحترموا الاخلاقيات ديالو. مثلا الذكاء الاصطناعي الا ما حضيناش معاه واحترمنا الاخلاق ديالو يمكن يكونوا حياز لبعض الفئات ديال المجتمع. في المستقبل الذكاء الاصطناعي غيبدا ياخذ قرارات بوحدو، شكون اللي مسؤول على هاد القرارات؟ واش هاد القرارات صائبه تتحترم شنو بغينا منها كمجتمع؟ هذا مثال ديال الاسئله اللي غيتداولوها المشاركين في هاد الندوه باش يعطونا واحد التصور ديال كيفاش يكون الذكاء الاصطناعي رافعه ديال النمو ديال بلادنا.